الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مستورد من تركيا في شهر أيار الماضي. وبحسب هيئة الإحصاء فإن الصادرات التركية للعراق بلغت في شهر أيار 18 مليارا و984 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا. ويأتي العراق بعد ألمانيا التي تعدها تركيا الشريك الرئيس للصادرات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية. قالت محافظة صلاح الدين إنها سوقت 290 ألف طن من محصول الحنطة إلى صوامع الحبوب التابعة لوزارة التجارة. وقال رئيس الاتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي إن مزارعي صلاح الدين حققوا إنتاجاً غير مسبوق خلال الموسم الحالي من دون أي مخالفات تذكر بتوريد كامل المحصول لوزارة التجارة. وأكد الدليمي أن إنتاج الحنطة في صلاح الدين سيتجاوز 300 ألف طن للموسم الحالي، فيما بلغ 350 ألف طن في الموسم الماضي، رغم غياب وقلة الدعم الحكومي وتقليص الخطة الشتوية للموسم الحالي بنسبة 50%. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو عن مجموع الصادرات النهائية النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أيار الماضي. وبيّنت الشركة أن الكميات المصدرة بلغت أكثر من 100 مليوني برميل بإيرادات بلغت 11 مليارا و477 مليون دولار بمعدل سعر للبرميل 112 دولارا. وتوزعت الكميات المصدرة بين الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق والتي بلغت 98 مليون و946 ألف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 3 ملايين و2000 برميل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد أصول روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ما انعكس على سعر صرف الروبل الروسي. وفي المقابل صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلانوف إن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية لعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل. وتشهد العملة الروسية ارتفاعاً أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وخلال تعاملات اليوم تم تداول الدولار دون مستوى 51 روبلاً للمرة الأولى منذ أيار عام 2015. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كتاب الموجز بأمان الله.